فحص سكر الدم. هذا الفحص بالعادة بنعمله لمرضى السكري ما قبل الوجبات، لازم ينعملهم ديلي، أو لأي مريض بيجينا على قسم الطوارئ بتكون حالته بتحتاج نشيك له على سكر الدم. الرينج الطبيعي لأي مريض بيجينا في الطوارئ غير مريض سكري من 70 لـ 120. مرضى السكري بيكون الرينج تبعه أعلى حسب حالة السكر التراكمي تبعه. وفحص سكر الدم بينقاس بالجهاز هذا يلي اسمه الجلوكوتشيك، بتم عن طريق وخز في إبر صغيرة جدا اسمها اللانسيت. يفضل الوخز يكون على جانب الإصبع لتقليل الألم لأنه ما في نهايات عصبية كتير، وزي ما راح نشوف هلا مع مريضنا. لو سمحت إيدك. مريضنا هلا نتيجته 104، وهي نتيجة كتير ممتازة.